ده بقى الحب اللي في صمت اللي بيقولوا عليه. يا رضا ده في ايه؟ انا اللي بسال في ايه على فكره؟ لو يعني ما بتعرفش تفتح مواضيع قول لي يعني. بتعرفي انت يعني؟ لا بس هنسال اللي بيعرفه. اصلك ساكت يعني من ساعه ما قعدنا مش فاهماك. هقول ايه يعني؟ زيزو هو انت زعلان مني في حاجه؟ هزعل منك ليه يا رضا؟ فهمت دلوقتي انت متغير معايا ليه؟ مين نور هندي؟ في ايه؟ من نور هندي واحده صاحبتي عادي يعني. ودي بقى اللي مخليك ما بتكلمنيش زي الاول ولا بتسال عليا. تمام انا بس انت كنت وحشني كنت جاي اسال عليك بس ما عطلكش بقى عشان تعرف ترد على ست نورهان. وبعدين ايه نورهان دي اصلا؟ ايه ده؟ هو رضا ده اللي عادي يعني؟ خد تعالي تعالي تعالي. انت بتغيري ولا ايه؟ اغير؟ لا طبعا بس ما تغيرش الموضوع وقول لي مين نورهان دي. بتغيري والله العظيم بتغيري. الارهاب ما بيفرقش يا استاذ هلال ودي مش اول حادثه تحصل. ان شاء الله هتكون الاخيره. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا ايه وقت الحادثه؟ هيقولوا ايه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعه ارهابيه خطفت اتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول ايه؟ في الحقيقه الخبر وجعنا كلنا. تخيل الحزن لما دخل كل بيت فيه ابن او بنت او حد من قرايبهم كان راكب الاتوبيس وما رجعش. ولاد الكلب، ولاد الكلب، لو شفت الغل اللي في عينيهم يا استاذ هلال وهم هاجمين على الاتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الاول وفي الاخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني؟ سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه؟ رصاصة؟ شفت؟ رصاصة جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابة. ما هو عشان بيسترها مع الناس الغلابة دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوة قوي حركة الرصاصة دي ملعوبة. أي يا فندم، يا فندم حالا 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 يا فندم هيكون عند حضرتك. حاضر يا فندم، اتفضل اتفضل اتفضل. برضه رؤوف ما بيردش. احنا لازم نتحرك بسرعه يا هلال. انا حاسس ان انا متكتف ودماغي مقفوله ومش عارف افكر. ربنا يستر ربنا يستر. ايوه حفيدك معانا يا هلال، هيفضل في امان لحد ما نخرج بره البلد. ساعتها بس هنقول لك مكانه فين وتروح تجيبه ازاي. لكن نبه على صاحبك اللي اسمه رؤوف ده، قول له انه لو حاول يقرب لنا او يهاجمنا باي شكل من الاشكال مش هتشوف حفيدك تاني. لو زيزو جرالوا حاجة مش هسيبكم. دي اطرافات العيال يا فندم اللي اتقبض عليهم بتوع الخلايا الارهابية، بيتبلغوا التعليمات من ابو مصعب يعملوا تفجير كنيسة وجامع في وقت متزمن. عايزين يعملوا فتنة في البلد. يعني هو التصور الساذج اللي عندهم دايما ان هم يعني لما يعملوا كده الناس هتنزل يعني تدب في بعض وبتاع. المهم فرغت الأجهزة اللي معاهم؟ يا فندم طبعا، ودي لستة بأرقام التليفونات ومدة كل مكالمة والجهة اللي اتصلوا بيها. ده 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 في خلال اعمل تحرياتك عنهم. تمام. وأي واحد مشتبه فيه من ضمام الخلية يتقبض عليه فورا. أوامر يا فندم أوامر. ازيك يا هلال؟ الحقني يا فؤاد بيه، خطفوا زيزو. خطف؟ مين اللي خطفه؟ تسمح لي أكلم سعادتك؟ شكرا يا أستاذ هلال. سيد نوح اتصل بيا وهددني. انت فين دلوقتي يا استاذ هلال؟
الو، ايوه يا مؤمن، انت كويس؟ هيبقى كويس لو قلت لنا مكانكم فين بالظبط. ها، عرفت بيتكلم منين؟ للاسف يا باشا ما لحقتش. طب هات لي بيانات الخط بسرعه، وفي اسرع وقت تعرف لي مكان المكالمه من شركه المحمول. تمام يا باشا. انجز. زيزو لازم يرجع، الولد ملوش دعوه بحاجه. اهدى يا استاذ هلال، احنا مستكتين. اوعدك زيزو هيكون معاه خلال ساعات. في قوه امنيه متجهه دلوقتي لسيد نوح، وهيتجاب من اي حته هو موجود فيها. وزعنا نشرب اوصافه على اللجان والاقسام وكل حته انه مطلوب القبض عليها. هات لي الواد اللي اسمه طه من بره، القنصل اعتمده في الطلبيه الجديده. حاضر يا دكتور. هو حد من العيال اللي معاه بره يحس بحاجه؟ لا ما تقلقش، هفهمهم ان انا رجعته بلدهم عشان شغله ما عجبناش لحد ما يجي الدور عليهم. انت يا عم جلال، مفيش حد في المخروبه دي ولا ايه؟ يا راجل انت عامل دوشه كده ليه؟ عاوز تليفوني. جلال قال لي هيشحنوني وما جابوش لحد دلوقتي. لما يجي يظل ايه في ايه؟ ايه يا عم جلال، انا غلطان اني سبت لك التليفون، لازم اتصل بالبيت عندي. خدوا الواد ده كتفوه وربطوه مع الواد اللي جوه. يكتفوا مين؟ على اليمين ده انا قتلك واقف في لك مطرح. اوعى يا عم، يا رئيس جلال عيب كده. ايه يا عم؟ تسمع عن الغرقان اللي بيتعلق بقشايه يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ انا القشاية. لو قلت لي بقى ابو مصعب واللي معاه فين، الواد اللي انتوا خطفتوه وديتوه فين، اوعدك موقفك في القضيه دي هيتغير خالص. وادي برده عليك. وانت من امتى كان لكم وعود؟ دلوقتي حصل يا فندم، نسقنا مع المنطقة الغربية ووزارة الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه الارسنال. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. الواد ده لو حصل له حاجة، أنت اللي هتدفع الفاتورة. أنا مش هستنى حد. هتدفعها. أستاذ هلال. أسود. أستاذ هلال. وديته حفيدي فين؟ وديته الولد فين يا ولاد الكلب؟ استاذ هلال ما ينفعش كده، من فضلك. فضلك يا استاذ هلال. من فضلك. قلبي ما ينفعش كده. هو انت اسمك ايه؟ خايف؟ شكلك خايف. الناس دي عاملين فينا كده ليه؟ عاملين فينا كده عشان طمعانين في التليفون بتاعي، مع انه خط واحد مش خطين والله. بتضحك؟ يضحك يضحك. ايوه كده، من اللي خلق المحنه يقدر يمحيها. وبعدين ربك كبير، ما يجيبش حاجه عفشه. المشكله دلوقتي اني عايز اكلم هلو. تعرف هلو؟ لا. امال بتقول ايه؟ هلو ده يبقى جدي، عايز اكلمه اطمنه علشان بيقلق عليا جدا. والله انا لو في يدي حاجه اساعدك بيها ما اتاخر عليك، لكن زي ما انت شايف يدي زي يدك. طب هي الناس دي ممكن تموتنا فعلا؟ لا ما تخافش، دول حراميه يعني ما يقتلوش. وبعدين مش قلت لك ربك كبير؟ قلت لي اسمك ايه؟ زيزو. طه. مش هينفع يا استاذ هلال، وانا سبق وقلت لك قبل كده، اتفضل حضرتك روح بيتك مشكورا واحنا هنطمنك. انا مش هطمن غير لما زيزو يرجع الحضن تاني. يا استاذ هلال دي عمليه عسكريه، اتحرك انت يا رؤوف. تمام يا فندم. انا مش هتنقل من هنا غير لما زيزو يجي. حاضر يا استاذ هلال، وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. We'll be right back.
عايزين مننا ايه؟ بالمناسبة احنا في ناس عندنا في البلد عارفين مكاننا، لو جرالنا حاجة هيبلغوا في الحكومة. خلاص يلا، وانا مش سبق وقلت لك الف مره يا هلال قبل كده انك لو بلغت اللي اسمه رؤوف ده مش هتشوف حفيدك تاني؟ اوعى تلمسه، انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه ومش هخلي الحكومه تقرب منكم. انهي حكومه؟ الحكومه اللي واقفه لنا بره بعصرانا وبتهاجمنا بقوتها دلوقتي؟ تعبك يا هلال، انك كنت فاكرنا بنهزر، نسيت ان الدم عندنا مباح. ولكن ليكن في معلومك وفي معلوم الجميع ان انا لو وقفت دلوقتي في برك من الدم برضو الدم عندي مباح. زيزو ما تخافش حبيبي. اهدى يا هل، اهدى، حقك عليا يا زيزو. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. انت بتعرف ان دي اول مره اسمع صوتك فيها وهو خايف؟ انا مش عايزك تخاف خالص، بعدين ده انت اللي معلمنا ان انا ما نخافش. اوعدني انك مش هتخاف يا هل. اوعدك حبيبي. وفي حاجه عايز اقولها لك اول مره اقولها، انا بحبك قوي يا هل. وكلنا على الحي الذي لا يموت.